من زمان جدا واحنا بنسمع عن المشروع القومي للبتلو واهميه يعني الامن الغذائي للمواطن المصري، حابين نعرف اخر التفاصيل مع حضرتك، اجمالي المبالغ اللي تم تمويلها لهذا المشروع القومي وصل لكام لغايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدا المشروع القومي في منتصف 17 فقط ب 100 مليون جنيه، ما تم تمويله واقراضه النهارده تقريبا حوالي 9 مليارات جنيه. استفاد منه أكثر من 44 ألف مستفيد من شباب الخريجين والسيدات وصغار المربيين في كرة مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لتنمية الريف المصري، وده لتنمية وتربية وتسمين في حدود 510 ألف رأس. لما أقول لحضرتك 44 ألف مستفيد، لو قلنا إن كل مشروع بيوفر فرصة عمل أو فرصتين حتى على الأقل، فشوف كم فرصة عمل توفر. خليني اقول لحضرتك برضو ان المشروع القومي للبتلو او منع ذبح البتلو في الاعمار الصغيره والسماح بتسمينها وتربيتها حتى 400 كيلو جرام على الاقل، هنا حفاظ على ثرواتنا الحيوانيه من الاهدار وتنميه راسيه لثرواتنا الحيوانيه. لان الراس الواحده اللي كانت تديني كميه من اللحوم فقط 30 كيلو جرام، بالحفاظ عليها وتربيتها بتديني النهارده تقريبا 240 250 كيلو، يعني 7-8 اضعاف لو ذبحت بتلو. تطور المشروع القومي للبتلو يمكن في بدايته كان فقط للابقار والجاموس المحلي، عجول التسمين للحفاظ عليها، ثم في 2020 تم اضافه العجول المستورده لان كقيمه مضافه، لان معدلات النمو والزياده الوزنيه تقريبا تعادل ضعف الزياده الوزنيه لحيواناتنا المحليه، ثم اخيرا اضيف اليه العجلات عاليه الانتاجيه وسبعيه الغرض في الالبان واللحوم. فشوف كم من المزيد من اللحوم والالبان تضخ في السوق وكم من فرص العمل بيتم توفيرها. عايز اقول لحضرتك ان نسبه استرداد القرض الحمد لله تقترب كثيرا من 100%، وده بيدل على حاجتين، بيدل على وعي المستفيد في استخدام القرض بشكل صحيح وتوجيهه فيما خصص من اجله صحيح. وبيدل كمان على تكثيف المتابعات الميدانيه طبقا لتوجيهات معالي الوزير على المستفيدين من قبل قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والتجانب والهيئه العامه للخدمات البيطريه. ودايما بنقول المتابعات مش الهدف الاساسي منها تصيد مخالفات، ولكن المتابعات علشان اي مشكله حال تواجدها على ارض الواقع بيتم حلها.